أهلا بكم معنا مرة أخرى في هذه التغطية الممتدة حتى الساعة 2 صباحا من يوم 7 أكتوبر. هو النهاردة 6 أكتوبر، بنحاول نحن نقرب لكم اللي حصل، يعني ما يبقاش بس حضراتكم هو النهاردة يوم أجازة، يعني مش الغرض منه أنه هو يوم أجازة، أنا عايزك تعرف هو أجازة ليه، غير أن حضراتكم هتنزلوا وتشتروا الحاجات المخفضة وتزوروا بعض وبتاع، بس برضو على الماشي كده تعرفوا إيه اللي حصل في اليوم ده. معانا سيادة اللواء دكتور سمير فرج مدير الإدارة العامة للشؤون المعنوية السابق، أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا عمرو، لينا شرف حضرتك عندنا النهارده. ده شرف لي يا عمرو. حضرتك من الناس القليلة الباقية من هذه الذكرى الجميلة في موقع كان من مواقع الحساسة. أنا حضرتك كنت فين يوم 6 أكتوبر في الصباح وفي المساء؟ أنا بعتقد إن كان حظ حلو إن قبل عمليات أكتوبر كنا في كلية أركان حرب دورة، كنا حوالي 160 ضابط، قعدنا سنة ونص. كان معنا اللي هو عمر سليمان طالب من الطلبة. يا سلام. دورة 25، اتخرجنا قبل الحرب حوالي 4 أسابيع، واتخرجنا عشان الحرب جاية. أنا طلعت الأول فأكافأ في حظ حلو إن أنا رحت هيئة العمليات قوات مسلحة. هي كنت الأول على الدفعة على عمر سليمان. الله يرحمه. الله يرحمه، راجل عظيم عظيم. وبعد بس بعد كده بقى قائد اللواء بتاعي وأنا قائد كتيبة عنده. فلا راجل عظيم الله يرحمه. اسمح لي يا عمرو برضو في الاول بس عشان نفهم الناس الدنيا ماشيه ازاي في الحرب. هيئه العمليات دي المخ بتاعت القوات المسلحه، نصين، نص التخطيط اللي بيخطط الحرب او لاي عمليات، ونص تاني العمليات اللي بيدير مصر كلها والقوات المسلحه. يعني احنا النهارده كده قاعدين وفي ضباط قاعده في هيئه العمليات 24 ساعه بتسيطر على لو نمله دخلت في اكشن في عمل من هيئه العمليات. فعشان كده ما روحنا هناك، انا راح فاكر نفسي ان انا يعني الاول وكلية اركان حرب، 3 ايام لقيت نفسي ان انا قد كده جنب الناس العظماء اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. قبل 6 اكتوبر حوالي يوم 1 اكتوبر او 2 اكتوبر فتحنا المركز العمليات بتاع القوات المسلحة اللي احنا هندير منه الحرب. طب ماشي يا فندم، هو حضرتك يوم ما روحت تفتح مركز العمليات اللي هندير منه الحرب، حضرتك عرفت انك بتفتح مركز العمليات اللي هندير منه الحرب؟ ولا انت ظابط؟ لا 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 لا, لا 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 خلاص، انا كنت ظابط، بقيت ظابط ودخلت فرع العمليات، بقيت من قوه هيئه العمليات وظابط فرع العمليات. فانت من الناس اللي كنتوا عارفين اللي عارفين ان في حرب. بس ما حدش فينا كان مصدق. تاني دي بعدين هنيجي لبعدين. بعدين دخلنا عشان نفتح مركز قياده بيقعد يومين 3 4 بقى تتصل، فكان في مشروع استراتيجي تصل بالجيوش مناطق قياده القوات الجويه البحريه تربط وعشان ما تبدا الحرب تبقى الامور كلها ايه. فكان في مشروع يوم 6 اكتوبر. طبعا قبلها بشويه بقى بدات حاجه اسمها مجموعات خلف الخطوط، دفعنا قوات في العمق عند سينا عشان اي احتياطيات جايه للعدو ترصد وتقول لنا. وبالمناسبة كده نحكي حكاية صغيرة في النص، احنا كانت اسرائيل بتلقط اي مباحثات يعني تليفونات بيننا وبين بعض اشارات، حتى لو حطينا مثلا كود ورمز، فاستخدمنا النوبيين. النوبيين؟ نوبيين، يعني المجموعة طالعة خلف خطوط 4 منهم واحد نوبي بتاع اللاسلكي، الضابط المصري يقول له ما هو مصري برضو ابعت الاشارة دي بالنوبي، يبعتها لنا احنا بالنوبي نستقبلها ونترجمها. دي معلومه جديده اول مره اعرفها. طبعا فانتوا كنتوا بتستخدموا اللهجه النوبيه في ان احنا، وطبعا الاسرائيليين لو بعد ثلاث ايام الكمبيوتر جابها اتفكت، لكن العادي كان 6 ساعات 8 ساعات الكمبيوتر بيحلها اللي هو الرمز العادي. المهم قوات اندفعت الساعه حوالي 10 كده، جامسي كان رئيس هيئه العمليات فقال لنا ايه، شيلوا خرايط المشروع ونحط خرايط العملية جرانيت اللي هي بتاعت الحرب. حطينا الخرايط الساعة 12 شوية كده، كان في صلاة الظهر فده طبعا تحت الأرض والدنيا بقى. ده فين كان مكانها دي؟ لا ما هو لسه ما يتقالش بقى. مركز عمليات. فنزلنا بس في القاهرة؟ في القاهرة. فنزلنا تحت فدخلنا نصلي الظهر وفي أوضة طبعا ما فيش. بعد ما خلصنا فليو جامسي قال هيئة العمليات بس تستنى الناس تطلع بره، وقعدنا. فقال يلا ربنا يبارك لنا وان شاء الله. بعدين قال ايه، تفتكروا بعد ما نعمل راس الكوبري نطور لروح المضايق؟ فالله يرحمه اللي هو البري كان قاعد، قال يا فندم مش اما نعبر الاول ونعمل راس الكوبري نبقى نتكلم هنعمل ايه بعد كده. ده يوميها
ايوه الساعه 12 الظهر. الراجل بيقول لك هنعمل راس كوبري ده، ممكن نشرح للناس ما يعني لسه هنشرحه بعد شويه. بقى ان احنا هنعبر 15 كيلو من القناه ونقعد فده راس الكوبري. فاللي هو الجمصي وقتها بيقول لهم بقى هو الراجل عبر، يعني الجمصي في دماغه انه قد عبر، فبيقول له عم مش هم نعبر الاول انت ده انت فاهم كلنا لا ما كناش حد فينا مصدق لسه هقول لك. وبعدين فام ايه الجمصي الله يرحمه كان عظيم عظيم عظيم، نوعيات مش هتتكرر يا عمرو. فقال لا احنا تعبنا وخططنا كويس والقوات دي تعبت بره واتدربت، لازم ربنا ينصرنا. وطلعنا وبدينا بقى على واحده وشويه، جه رئيس السادات دخل قعد على الترابيزه اللي فوق وقعدنا بقى وبدينا نتلقى البلاغات اللي هي ساعه سين اللي هي ساعه العبور. كان ليها توقيت مش كل واحد يعرف، عشان احنا كنا مخبيين ان كان كل قائد الفرقه يعرف امتى وقائد اللواء وقائد كل واحد معرفه بقدر على قبل العبور. بدينا ناخد تمام استعداد القوات، كان اهم استعداد لنا القوات البحريه اللي راحت باب المندب تقفل باب المندب عشان منقلات، ودي حاجه ما تركزش عليها خالص انه لو ما كنتش قفلت ده كان. وبعدين قلبت اسرائيل، وفكرني في اخر البتاع لما اقول لك لما الجمس راح الكيلو 101 والمباحثات ورجع منها ودخل وقال اول ما دخل علينا، وكان لسه المشير احمد اسماعيل موجود والفريق فقال له تصور يا فندم هيموتوا من قفل باب المندب ده، انا واركب بركب العربيه الجيب يا ريف. قال له دونت فورجيت باب المندب ده شريان ومعندوش شريانهم طبعا لان ايلات اتقفلت طول الحرب. المهم بدينا ناخد بلاغات، علقنا الخرايط اللي هو تمام الناس كل واحد بيدي تمام جاهز للعبور. ولو شفنا الخريطه اللي انا قدمتها اللي هي الصوره بتاعت المركز القياده هنعرف دلوقتي الدنيا كانت ازاي وكان فيها. نجيب صوره مركز القياده اول صوره عندكم انا 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 مقدمها. المركز ده يا عمرو ادي الصوره اهي موجوده. لو شفت اللوحه الازاز اللي ورا دي دول العسكريين بتوع الدفاع الجوي اللي بيقولوا لنا الطيارات راح فين وجايه منين. وبعدين اول واحد ده كان صلاح فهمي العظيم اللي الجمصي من قبلها باربع اشهر اداله مهمه يختار هنهجم اني شهر واني يوم والساعه كام. ايوه اللي هو صاحب الكراسه الشهيره اللي اتقدمت للسادات وهنحكي عنها بعدين. بعديها واحد، وبعدين في بقى اللي هو احمد نبيه ده الاسمر اللي موطي ده ده لواء مهندس كان امين عقيد مهندس، هو اللي عمل خطه الخداع الاستراتيجي بتاع بابو يا عيني اللي خدع اسرائيل والعالم كله اللي محدش يعرف اللي هو ودى الناس تحج قبليها لا ده سيبك جماعات مصاصي القصب لا الاكتر من كده بقى حرك قوات ودخل عشان تعمل التجميع الهجوم. فانت عملت ايه؟ كنت بتدخل لواء بالليل وتاني يوم تسيب كتيبه في الماء عشان ما تحسش انك انت بانش التعبئه بالظبط بتبني الهجوم. بعد كده اعتقد اللواء فؤاد نصار ايوه ربنا يسره الصحه مدير مخابرات طبعا، وراه اللواء طه المبدوب كان رئيس فرع التخطيط طبعا ده كان راجل عظيم 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 عظيم. بعديها الفريق الشاذلي بعديها سياده الرئيس دي واحده اقف هنا فالفريق الشاذلي مكانه جنب الرئيس أنا وزير الدفاع يمشي و رئيس اركان شمال ده الترتيب السينيوريتي بتاع القوات المسلحه. بعد كده المشير احمد اسماعيل، وبعد كده اللي هو الجمصي بصفته رئيس هيئه العمليات وكان مديرا لمركز كله العمليات لان احنا مدير المركز. الخريطه اللي قدامهم دي اسمها عمرو خريطه العمل. لا دي واحده هم دول بس اللي كانوا موجودين. لا 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 ده بس في الصوره دي انا فاهم عشان بس معلش الدقه لانه في ناس كتير دلوقتي هتسالك وفين حسني مبارك. لا 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 حسني مبارك كان له مركز قياده تاني ما كانش بيجي واحدة عندنا. دي واحده تمام. حضرتك بتقول لي ان الصوره ديت الساعه كام؟ لا يعني اتاخدت ممكن الساعه مثلا واحده يوم 6 اكتوبر. يوم 6 اكتوبر حسني مبارك كان في مركز قياده القوات الجويه. دي واحده فندم. فحسني مبارك لم يكن في الوقفه ديت او في الصوره اللي هي لا لا ما كانش فيها في الصوره دي لانه عنده مركز قياده تاني يا فندم. انا طبعا فاهم انت بتوضح صوره تانية بس انا بوضح ليه المشير محمد علي. انا ما قلتش يا فندم انه لم يكن انا بسال اصل الصوره اللي موجوده في بانوراما اكتوبر والصوره اللي موجوده عند الناس كلها فيها حسني مبارك.
حضرتك بتقول لي وانت كنت موجود في الغرفه دي ساعتها؟ لا، لكن يوم تاني كان حسني مبارك بيجي. لا يا فندم انا بتكلم يا خلاص اللواء. خلاص انا لا اتحدث عن يوم تاني. لا الصوره دي حضرتك بتقول شهاده للتاريخ ان حسني مبارك يوم 6 اكتوبر لم يكن موجودا في اجتماع هيئه الاركان في قياده القوات المسلحه. كان موجود في قيادته. ايوه خلاص ما كانش موجود هنا يا عم. خلاص ما كانش موجود. انا اسف يا فندم. لا انا ما اعرفش. طيب يعني حضرتك هو حضرتك يعني مش حضرتك تعرف احنا نعرف بعض من زمان. حضرتك تعرف ان انا عندي شويه علم عام. طيب. انا لست خبيرا في الشؤون العسكريه. تمام. ولست خبيرا في التاريخ، انما اللي انت بتقولي ده جديد، ان الصوره التي تم رسمها في بانوراما اكتوبر فيها طبعا كان متشال منها الشاذلي وفيها حسني مبارك، فانت بتقولي ان حسني مبارك لم يكن موجودا في هذه الصوره وفي هذا المكان يوم 6 اكتوبر الساعه 1 بالظبط. شكرا لك. بس برضو عشان نصحح ده تاريخ. ايوه تاريخ. وليس حاجه كويسه ولا وحشه. ولا وحشه، بس برضو نحدد هو كان في قياده القوات الجويه. المشير او الفريق محمد علي فهمي قائد القوات الدفاع الجوي كان في قياده الدفاع الجوي في مكان اخر، وكان قائد القوات البحريه ابو ذكري في اسكندريه. يعني دي القيادات الرئيسية. حضرتك انت معايا تقريبا بلد. تقريبا انت واتنين كمان من الصورة دول اللي عايشين، ربنا يديك طول العمر. يعني الصورة دي مش عايش فيها غير حضرتك. لا لا، لو في احمد نبيه لسه معايا مصبح. أيوة. الصبح وصلاح فهمي بس ما بيردش. لا يعني اقصد اتكلم على اتنين تلاتة. على اتنين تلاتة. هي كنت فين بقى في الصورة دي؟ لا انا كنت من الناحية التانية من الخريطة. انا كنت ظابط صغير بقى، انا رائد عياف جنب جنب العظماء. فقدام الناس من الناحية التانية. من الناحية التانية يعني المصور واقف جنبي. تمام؟ لان انا كنت شغال، انا ظابط صغير جديد جاي هشتغل فين؟ دول عباقرة اللي خططوا الحرب. انا لسه رائد صغير، كنت بنزل بقى المعلومات على الخريطه دي. بنزلها. ما هي الطريقه اللي كنا بنشوفها حرب عالميه الثانيه. اللي هو بيحط الدبابه هنا وبيرسم وبياخد ويرسم المركب وبتاع ويشد الحاجه كده. هي دي خدي اسمها خريطه العمل الرئيسيه. وكان وراهم من الناحيه الثانيه كده البنش الرئيسي الهاي تيبل، بيقعد عليها الرئيس السادات ويمينه وشماله المشير احمد اسماعيل والفريق رئيس الاركان ثم اللواء الجمصي. دول اللي كانوا بيقعدوا على الترابيزه الرئيسيه. تمام. كلنا ما كناش مصدقين. وفي لحظه كنت اسال حضرتك سؤال قد يبدو غبي، هي ليه مش الصوره دي اللي معتمده والصوره الثانيه اللي فيها الرئيس مبارك هي اللي معتمده؟ معلش هتزعل مني. لا لا لا، لا انا هقول لك بقى، هقول لك ليه. يعني معلش، اصل دلوقتي زميلي بيكلمني بيقول لي ايه، وضح للناس الرئيس مبارك كان فين. انا ملياش، انا مش حاجه ضده، احنا دلوقتي عايز بتتكلم على تاريخ. فبتقول لي ان الصوره الاساسيه وهيئه الاركان او هيئه العمليات موجوده لم يكن فيها الرئيس مبارك. لماذا الصوره دي؟ لماذا اللي معتمده الصوره دي؟ الصوره دي امتى اتصورت بقى يا عمرو؟ الصوره دي امتى اتصورت؟ انت عارف الحرب ما كناش مستنيين لحد يصور لا ولا طبعًا حد يتكلم. واليوم ده فدي الصوره الوحيده اللي اتخذت. بعد الحرب ما خلصت كان الرئيس السادات بتيجي عناصر تصور الحرب وتعمل انترفيوهات معاه. فاتعملت الصوره دي بعد الحرب اللي فيها حسني مبارك. حسني مبارك موجود قائد القوات الجويه، الفريق حسني مبارك او اللواء اياميه كان لواء هو اترقى في مجلس الشعب. بالظبط. خلاص. فالصوره دي الصوره اللي فيها حسني مبارك حقيقيه، ولكن ما كانتش يوم 6 اكتوبر بس. فحسني مبارك لم يكن موجودا في الصوره يوم 6 اكتوبر في الصوره. تمام. المهم بدينا بقى العناصر بقى اللي هي الصاعقه نزلت بقى تقع في الميه عشان تشد القنابل بتاعه اللي هي النابالم. حسيت انا اول مره نحس ان الحرب هتبدا بقى، مفيش بقى كما كنت. اول ما الخريطه الازاز اللي ورا دي لقينا بقى ايه ال 220 طياره الواد تك 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 بيعبروا القناه ودخلوا. خلاص انتهى. انتوا بتعملوا للناس سيميوليشن او بتعمل للقائد اللي واقف انه يبص على الخريطه دي يشوف طياراته مشيت فين بالظبط، لان انت عامل اتصال مع قائد القوات الجويه اللي هو كان سياده اللواء محمد حسني مبارك، يقول لك احنا موقعنا فين ومكاننا فين، فانت تروح ممثل الحاجه اللي بتحصل على الشاشه. العسكريين دول معاهم سماعات متصلين بالدفاع الجوي. بيقول العدو الجوي فين لو كان في طرد اسرائيلي، وبعدين بتبص تلاقي طياراتك. اول ما لقينا تيت 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 الواد راسم ال 220 طياره عدوا، خلاص انتهى. ممكن معانا دلوقتي اتصال على الهواء مباشره نشوف المكان اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه ده، صوت وصوره دلوقتي. زميلتنا دينا الجندي هناك والله في نفس الوقت في نفس اللحظه في المركز 10. لا محدش يعرف يخش مركز 10. طيب. هي في الاسماعيليه. نشوف هو الوضع عندها ايه. اهلا دينا، ازاي؟
طيبين. انت طيب وضيوفنا كلهم طيبين. هنا في طبعا الاسماعيليه دايما هي بتبقى فيها احتفالات كتيره جدا، بس انا عجبني بصراحه النهارده الاولاد الصغيرين ان هم مهتمين. ليه بقى؟ لان معظم الناس النهارده عارف ويك اند طويل، فالناس كلها رايحه شرم الشيخ والناس بتتفسح، وبننسى ان انت قادر تروح شرم الشيخ وقادر تروح الغردقه وقادر تروح الاماكن دي علشان اللي حصل زي النهارده في 73. فهو لقيت الولاد دول النهارده كانوا في الحفله الصبح، مش كده؟ تحكي لنا على، انا هخليهم هم يحكوا لك عملوا ايه في الحفله ويحكوا لك عن 6 اكتوبر. انا فرحانه بيهم جدا ان هم فعلا عارفين ايه اللي حصل في 6 اكتوبر وعارفين كمان ايه دور محافظتهم في 6 اكتوبر. احكي لي اسمك ايه؟ محمد عبد الناصر، مجموعه سونسيرت. هو النهارده احنا رحنا اتحركنا على ضفاف قناه السويس وبدانا نحتفل بانتصارات 6 اكتوبر. هو اول حاجه رحنا اتجمعنا هناك وبدا المحافظ يجي لنا خبر المحافظ جاي، وبعدين المحافظ دخل علينا وبدانا نحتفل. السمسميه بدات تشتغل. انت بتعرف ترقص السمسميه؟ بجد؟ وريني وريني. وانت؟ لا؟ طب انت قولي لي، قولي 6 اكتوبر انت النهارده بتحتفلي بايه اصلا؟ انا مش شمس طارق من مجموعه سنسرت الكشفيه الارشاديه. انا النهارده كنت بحتفل ب 6 اكتوبر لان مصر هي تعتبر قامت بنصر كبير جدا محدش في العالم قدر ان هو يقوم بيه. مصر سنه يوم 6 اكتوبر سنه 73 عبرت القناه من على طريق خط بارليف، واول ضربه كانت من الضربه الجويه، وهي دي اللي سهلت للجيش المصري ان هو يبتدي ان هو يهاجم اسرائيل. طب احكي لعمر كده عن دور محافظتك انت بقى، دور اسماعيليه. دور محافظتي ان ابتدت الجيوش تعبر من خط بارليف من اسماعيليه، ابتدت الضربه الجويه من اسماعيليه هنا، بعد كده سهلت للقوات انها تعبر خط بارليف. طب فيش رؤوس سمسمين؟ لا. دورك ايه النهارده في الحفله؟ النهارده كان دوري في الحفله انا شاركت في سمر وصيحات. ايه سمر وصيحات؟ السمر ده حاجه عندنا في الكشافه، والصيحات دي برضو حاجه عندنا في الكشافه. احنا بنغني صيحات بتبقى عن مصر، وعشان كنا بنحتفل فقلنا الصيحات دي تساعدنا على الاحتفال وان احنا دي حاجه بتبسطنا. طيب انا معايا برضو بقى اللي هو الشباب الكبار بقى المسؤولين عنهم. انت قول لي، انت شايف دور الناس اللي كانوا في قدك في وقتها كانوا في الجيش وكانوا بيحاربوا؟ طيب مبدئيا انا قائد محمود فوزي، مجموعه سنوسيه الكشفيه الارشاديه محافظه اسماعيليه. طبعا هو دور اجدادنا كان في الحرب طبعا عظيم. هم ادونا مثل مشرف لجميع الناس، يعني العالم كله، هو كان درس للعالم كله ان احنا ازاي نعبر ونهزم الجيش الذي لا يقهر، واقوى حاجز امني مائي، والحياه الكبيره قوي اللي كانوا بيقولوها دي. الحمد لله طبعا الجند المصري اثبت ان هو احسن من ده كله بحاجات بسيطه جدا، ده بالميه وقعناه يعني. تمام. اجدادنا الفدائيه والعظمه يعني حاجه لا توصف. احنا كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. هو ده بقى اللي حصل في الاسماعيليه. الاسماعيليه عاده كمان يا عمرو بيبقى عندهم طيارات بتنزل هدايا، بتنزل كروت معايده بيبقى فيها زي جوائز وحاجات كده بيستنوها كل سنه. السنه دي طبعا علشان كان عندهم ظروف الاستشهاد اللي حصل من يومين، فالاحتفالات اهدى شويه سنه، بس فرحانه بالاولاد الصغيرين دول اللي هم فرحانين بمحافظتهم وعارفين حاجه عن بلدهم النهارده. شكرا دينا وفضل الجندي باسماعيليه. طبعا اجيال، وده دور حضرتك النهارده، ان اجيال ما تعرفش اليوم ده بالظبط حصل ايه. اتفضل كمل. بدات عبور الطيارات، بدينا نحس ان العمليه خلاص هتشتغل. خلاص كنا في رمضان طبعا صايمين. رئيس السادات لما جاء 1:30 جاء قال انا جبت فتوى من شيخ الازهر انكم تفطروا. وعدى الولد شايل السندوتشات والعصير، كل واحد فينا خد وحطها تحت على جنب. قال لك تفطر ايه بقى وتاكل؟ ده انت ده انت عايز ربنا اكتر من اي وقت. من اي وقت. فطبعا بدينا بقى العبور. بص لو سألتني أحلى خبر سمعناه وإحنا في الغرفة دي هقولك حاجة غريبة يا عمرو. إيه يا فندم؟ إن الساعة 2:10 التقطنا إشارة طلع من قائد القوات الجوية الإسرائيلية على الهواء، ماهيش مشفرة، بتقول إلى جميع الطيارين الإسرائيليين ممنوع الاقتراب من قناة السويس على مسافة 15 كيلو. الله أكبر. ساعتها أنا لسه ما هنشرح، خلاص خلصت ده هو بيقول للناس ما تقربوا لهمش. اذا انت هتعبر
هتفتح المانع السري بتاعتك امنين كمان، وهتعمل راس الكوبري، ولن تتدخل القوات الجويه الاسرائيليه. ده فرح بالظبط، لان انت عملت حائط الصواريخ اللي هنتكلم عنه. انا بعتبر ده انه كان احلى خبر وانا بسمعه وبكتبه، ده انا تلقيته. طبعا في بعد كده بدنا سقوط النقط القويه، ناجي عبده الجنجي خد النقط القويه بتاعت الانطره، سقوطها، رفع العلم، كل دي كانت اخبار. لا لا حضرتك وانت موجود قبل ما تكمل، لان دي لحظات برضو انا لسه كنت بتكلم على تدوين التاريخ. يعني السادات بقى لما تيجي الاخبار ده كان بيقول هادي متوتر بيكلم حد بياكل بيشرب قاعد بيدخل، يعني ايه يعني السادات وقتها كان مشير الجمصي بيعمل ايه او الفريق الجمصي وقتها؟ احنا كنا بناخد الكلام ده بيتسجل في سجل السير اسمه سير الحوادث عندنا. بتكتب قائد الجيش بيبلغنا تم سقوط كذا، تقوم ده وطلعوا اللي هو المشير الجمصي بياخده بيطلع على الاثنين بقى قصاد بعض او الثلاثه، يا فندم حصل كذا، النقط دي سقطت كذا كذا، ومن فوق بيلاقي بقى ايه ان تم التدمير على الخريطه الرئيسيه. بالتالي بقى الرئيس السادات كان له هدوء شديد جدا، كان هادي جدا، استحمل اعصابه يعني فولاذيه، وكان بعرفش اكتر واحد مؤمن ان الامور تمام وهتمشي زي الفل. احنا كنا قلقانين، اما احكي لك بعد كده بقى حصل ايه من اول 67، التوتر اللي هنا. وبعدين دي ميزه يا عمرو، اما تشتغل دايما مع قائد ما يوتركش تبقى انت هادي. لا هو يديك الثقه، يديك الثقه ويديك فكنا احنا باصين له. بعديها بشويه بقى انت بتبص له انت وانت في السن الصغير ده بتقول له يا عم انت مش قلقان، هو في ايه، انت مالك انت؟ بالظبط كلنا كلنا، لان هو كان هادي وبيضحك وبيبص يمين وشمال، ها نقط مش عارف فؤاد عزيز غالي اللي بلغ القرار ده الخبر، ايوه يا فندم الجيش الثاني، نقط الانطره سقطت من المقدم ناجي عبده الجندي اللي كان قائد الكتيبه بيستوى. كانت يعني غريبه ان احنا ان ناجي ياخد الثلاث نقط دول الخط بارليف في هذا التوقيت المفاجئ. بدأت بعد كده بقى الأخبار وبدأ العبور يتم. أنا عايز أقف وقفة هنا يا عمرو بقى ونرجع شوية، وأنت ما تدوق حلاوة النصر لازم تشوف حصل إيه قبل كده. خلاص أنا عايز أرجع لـ 67 لـ 5 يونيو. 5 يونيو يا عمرو إحنا اتحركنا سينا يوم 15 مايو، قالوا إن سوريا فيها حشود قدامها، اتحركنا إلى سينا. قوات لما راحت سينا عندنا في القانون العسكري بتاعنا حاجه من ثلاثه، يا اما هتاخد اوضاع دفاعيه، يا اما اوضاع هجوميه هتهاجم، يا اما تمركز. احنا رحنا تمركز. يوم 5 يونيو صباحا حصلت الضربه الجويه الاسرائيليه على مصر، فقدنا يا عمرو حوالي 85% من قواتك الجويه. يا ساتر. كانت مرصوصه، دخلت اتضربت، ومش اكتر من واكتر من كده المطارات، الران واي بتاع المطار كان لاول مره كنا احنا نشوف الكلام ده كمصريين. بداوا جابوا الاسرائيليين قنابل تدمير الممرات، بتنزل القنبله ما تنفجرش الاول، تقعد بتاع 15 ثواني وتغرز في الارض وبعدين تنفجر، بحيث انه مفيش حد يقدر يمشي بقى. خلاص خلاص، مش بتضرب حته، لا ده بتفجرها من قلبها من الارض عشان تعيد استخدام المطار، محتاج سنه يعني يوم او اتنين بقى تقعد تمهد والسفل التاني ورغم ذلك ولاد كتير جدا طيارين طلعوا والمطار متكسر وقبل بتاعه وراحوا طالعين. فانت دخلت يوم 5 يونيو الساعة 10 وانت فقدت قواتك الجوية، واصبحت سينا اليهود لهم سيادة جوية. احنا عندنا برضو نتكلم علم عسكري، عندنا سيطرة جوية، انك انت متفوق على العدو جويا او تعادل جوي الاثنين زي بعض، او سياده جويه. اه كان عنده سياده، خلاص سياده جويه، اللي انا هطلع عمرك ما تجيبني، ما فيش حد زي ما بيطلعوا فوق سوريا كده ويرجعوا، زي سوريا وزي العراق اما بوش دخل دمر كل حاجه. احنا كنا انا كنت في الكونتيلا على خط الحدود، الساعه 12 جت الامر بننسحب. الانسحاب ده بعد كده ما اتعلمنا بقى في الكليات والمعاهد له اساليب، فين ارجع. وصلنا نخل في نص سينا، نعمل ايه يا فندم؟ ارجع. وصلنا عند متلة، المصيبه ممر متلة طوله 28 كيلو، القوات المسلحه طبعا في متلة وفي الجدي وبتاع، كلنا متكدسين من الممرات، اتكدستوا في كل حته اتضربتوا، مولع كل الممر، العربيات مولعه، وتشوف مناظر يا عمرو اقسم بالله ما هنساها طول حياتي. كنت راجع على رجلك؟
اتضربنا بقى العربيات ضربت في ممر الرمادي عربيتي ونزلنا. اليهود طبعا نفذوا زي كتاب ما بيقول اول حاجه خد الدفاع الجوي اللي هو الارضي عشان ما يبقاش في حاجه بتتقفل. فتشوف ال 37 ميل للميم طه المدفع اللي هم اربعه عيال قاعدين كده والطياره نازله على الواد والواد بيضرب مش همه تولع المدفع بالعساكر. كنت تلاقي في ممر متلة العساكر مع المدفع حته واحده متفحمين الله يرحمه. ما فيش عسكري نط من المدفع او سمى مدفعه. المهم طبعا كل الجيش نزل في ممر متلة بدينا نمشي على رجلينا لحد القناه. انا وصلت قناه السويس يوم 9 على الظهر. كان في قوارب بتعدينا الناحيه الثانيه. الشعب لازم يعرف الكلام ده عشان يعرف ان احنا في الازمه دي حققنا مصر بعد كده. وصلت يوم 9 يونيو على القناه. الكتيبه بتاعتنا كانت 600 عسكري اللي وصل حوالي 70 80. يا نهار اسود. ما فيش بقى في من 600 اللي نجا 70 80. احنا كنا واحنا بننسحب يا عمرو ماشيين تطلع الهليكوبتر الاسرائيلي وترش علينا. تلاقي وانت ماشي ممكن اللي جنبك يمينك يقع يموت واللي شمالك من عند ربنا انك انا جت فيك او ما جتش. كانوا بيخشوا على برضو الاسرى القوات المصريه ومنسحبه يوقفهم من بعيد بالرشاشات بنص جنزير يوقف. ما مش ما عندوش وقت ياخد اسرى. لا لا هو هياخد مين ولا مين؟ مين ولا مين؟ فبالتالي كان بيقش. وصلت يوم 9 يونيو الساعه 12 بدينا ندور على الكتيبه ما فيش. الضباط الباقيين لا يملك غير بندقيتي وقنبلتين اللي معايا. الساعة 5 المأساة. عبد الناصر تنح تمام. رب الأسرة المصرية والعربية انت فاهم بيتنحى. وبعدين بقى تشوف العالم الإسرائيلي الناحية التانية على القناة. يعني انا رجعت البر الغربي والبر الشرقي بتاع القناة ترفع العالم الإسرائيلي بالعربيات راحة جاية. اذا جيشك اتدمر كله. رئيسك اتنحى والعدو الاسرائيلي على الضفه الثانيه. انت عايز ايه؟ ده خلاص بقى خلاص انتحر. يعني يمكن الاسوأ يوم في حياتي او لحظه هي يوم 9 يونيو يوم ما تنحى عبد الناصر. عايز اسالك سؤال بايخ. انت وانت طلعان عينك من 5 يونيو ل 9 يونيو وشفت ازاي انه الجيش ما كانش مستعد وما كانش وان الرئيس ده مسؤول. انا بستغرب جدا من حبكم لعبد الناصر بالطريقه دي. وانت راجع وكنت هتتقتل وبتاع وواقف بتعيط على عبد الناصر وهو بيتنحى. انا مش بعيط على عبد الناصر. سيبك انا 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 بحب عبد الناصر سواء كده ولا كده. ده موضوع تاني. انما ده كان العالم الاسرائيلي على الضفه بعيط على الرمز بتاع البلد. انت تثبت مين ابوك؟ مين هيسيطر على البلد دي النهارده؟ العالم الاسرائيلي اهو قدامنا على الضفه. كان كده. وبعد كده مع في حرب الاستنزاف في عمرو كانوا بيحطوا لنا اليهود المغاربه. انا كنت على الميه. بعد كده بقى اما حطينا في حرب الاستنزاف كنت على الميه. كان بيني وبينهم 200 متر بتبقى شايفه. ده الصوت بالليل بيكلمك يا مصري. واوسخ الفاظ واوسخ شتيمه. حرب نفسيه بقى نفسيه. وبعدين صلف وغرور وانتصر. رجعنا طبعا محطمين. ما لا يمكن. وبعدين ايه احنا بقى اللي حاسين بقيمه الهزيمه اكتر. انت في مصر طيران بلغات راديو بتاع. انما انت شفت الهزيمه بعينك. ما شفتهاش فيديو. انت شفتها بجد بعين. واتضربت والغيرك وزملائك ماتوا جنبك ماتوا جنبنا. وقفت وجيشك راح. مفيش الكتيبه ما كانتش ولا عربيه ولا مفيش. فين كل ده اتضرب. ذاخرتك مفيش. كل ده اتحط في. بنينا بقى مرحله حرب الاستنزاف يا عمرو. اول حاجه جميله شفناها وهي معركه راس العش. أيوة. الناس لازم تعرف في كل الازمه دي اللي حصلت لمصر في 67 برضو في ده احنا ما فيش بعدها بست اسابيع او اربع اسابيع. ودخلت القوات الاسرائيليه داخله عشان تخش برفؤاد لبورسعيد. فكان قبل برفؤاد راس العش كان في فصيله صاعقه 30 عسكري. تمام. كان قائد الكتيبه السيد الشرقاوي من البره الثانيه قال لهم ما يعدوش غير على جتاتكم. وقفت قدام سرير دبابات اسرائيلي وطيران بيضرب السماء مفتوحه وصدوا القوات الاسرائيليه
في راس العش، دي معركه راس العش، سبع ساعات بيهاجموا 30 عسكري معهمش غير الار بي جي. ده غير القائد الاسرائيلي بقى اللي قال لهم اوعى حد يقرب من القناه، القائد المصري قال له اقف مكانك وما تتحركش. وكان طبعا فتحي عبد الله ده ملازم قائد الفصيله بس للزمن والتاريخ، وصمدت راس العش وما دخلوش برفقات، ودي كانت اول حاجه تخلي الجبهه علامه وانت مبسوط صمود. يوم 25 يوليو احنا بقى مفيش طيران حقيقي، الفريق فوزي كان تولى وزاره وزير الدفاع، والراجل ده له فضل كبير على مصر طبعا، هو اللي انشا القوات المسلحه المصريه، هو اللي اعاد بناء جرانيت واحد وجرانيت اثنين وعمل كل الكلام ده حقيقي، راجل محترم محترم الله يرحمه. عشان يرفع روح منوية مفيش طيران، فعمل ضربة من القوات الجوية طلع حوالي 12-13 طيارة عدوا فوقنا في علو النخل عشان ما تضربوش بقى ناحية تانية طبعا، وضربوا أهداف ورجعوا، حسينا ان هو حاجة نفسيا عندنا. جت بقى الحاجة التانية الرائعة اللي غيرت مجرى التاريخ العسكري حتى في العالم كله، وهو ضرب إيلات. إيلات طبعا، إيلات برضو عشان الناس يبقوا عارفين، قائد القاعدة بعد 6-4 أشهر بالظبط، قائد القاعدة البحرية بورسعيد شاف على بلغوه على الشاشة يا فندم في هدف بحري، أياميها ما كانش الرادار زي دلوقتي، لا طبعا دي فهدف بحري هدف بحري كبير على الشاشة، فقال كان عنده لانشين صواريخ بورسعيد وكان مخبيهم لان الطيران بقولك بيضرب سيادة. فكان بيدخلهم تحت الكشاك اللي فيها اللانشات بالعادية بتاعت مينا بورسعيد، ادى الاوامر للانشين طلعوا، اول ما لقوا الهدف على الشاشة ضرب الصاروخ الاول، ضرب اصاب المدمرة سبحان الله. كان طبعا احمد شاكر كان قائد الصاروخ قائد اللانش الاولاني، وكان لطفي جدلة قائد اللانش تحفظ الثاني. الاسامي كلها لا ده دول لسه هحكي لك تاني بقى حصل ايه بره قالوا ايه. هذا الحدث غير التسليح والتكتيكات في القوات البحريه في العالم، يضرب مدمرا بالظبط، ده اللي حصل. اللانش الثاني ضرب بعديها بنص ساعه، المركب ما كانتش غرقت، نزلت المركب. انا نفسي اي حد من الشباب يفتح النت ويشوف كتاب عمله قائد هذه المدمره ايلات اسمه اسحاق شوشان، عملوا كتب عليه الرحله الاخيره للمدمره ايلات. الراجل بيقول ايه يا عمرو؟ بيقول انا في هذا اليوم ومع وقت الغروب والشمس نازله، فطلعت على سطح المدمره، الهواء جميل، لقيت قدامي بورسعيد طلع، ده الكلام ده هو اللي كاتبه مش انا تمام، الشمس بتنزل وبدات انوار بورسعيد بتاعت الاضاءه تبان، وانا مستمتع، واذا بالظابط بتاعي بيقول لي الحق بتاع الرادار الاسرائيلي جاي لنا صاروخ، صاروخ جاي، كانت ثواني وكان وذاك هو اتصاب في اول صاروخ قائد المدمره دي. طبعا المدمره غرقت، كان عليها حوالي 24 قتيل من المدمره. الاسرائيليين طلبوا مننا بالليل ان احنا يديني الجثث ان احنا نسمح لهم بالانقاذ الناس اللي هم عايشين، نلم الجثث الكلام ده كله بالليل. تاني يوم بقى عمرو 48 ساحه الاسرائيليين قطعونا ضرب الجبهه بالكامل، انتقام انتقام. واكتر حتتين انضربوا كانت الزيتيه في السويس، وكان بقى معامل البترول والصاروخ بينزل تلاقي عمود اللهب والدخان بيضرب بترول فده كان بيضعف برضه من روح، انما انضربنا ضرب يومين لا تخلو بشر. انا عايز اكمل معاك القوات البحريه ممكن نقف هنا ونكمل بعد أوي الفصل أوي أوي أوي. ونرجع تاني على طول برضو تاني لاكتوبر، نقول للناس احنا كنا واقفين عند 6 اكتوبر يوم حضرتك ما كنت موجود في هيئة العمليات في غرفة العمليات بتاعت 6 اكتوبر، نشوف بعد كده مشينا ازاي وكيف عبرت القوات وكل هذه الشهادات، الدور لمين، من الادوار بتاعت الفروع المختلفة للقوات المسلحة، الجدل اللي موجود دلوقتي اذا كانت الضربة الجوية او غير الضربة الجوية، كل هذه الاشياء نتكلم فيها ونقول للناس فرصة ان معانا حد كان جوه غرفه هيئه العمليات، يعني ده راجل كان جوه المساله. فاحنا بندون النهارده الشباب على فكره، انتوا عشان اللي هو سمير فرج اللي هو بيقوله ده عشان تعرفوا هتقرا 10 كتب،
يعني عشان تسمع اللي هو بيقوله ده مضطر تقرا 10 كتب. فانا بقول لبس الناس اللي تعرف واللي ما تعرفش فرصه انك تتفرج وتسمع هذه التغطيه الممتده لغايه الثانيه صباحا النهارده. هنعمل هذه التغطيه 6 اكتوبر، ابقوا معنا.